عامل ايه في المطره والجو اللي احنا فيه ده؟ بردان ومش مبسوط الصراحه، بس المطره حلوه برضه. مش مبسوط ليه؟ عشان متلج. اول مره تعدي عليك اجواء زي دي تقريبا في الساعه. تمام، قول لي حضرتك مبسوط في الساعه دي ولا مش مبسوط؟ مبسوط قوي. قول لي حضرتك عامل ايه في الساعه والمطره دي؟ زي الفل. يعني مبسوط؟ اه. عامل ايه في المطره والساعه دي؟ 100 100. مبسوط؟ اه طبعا مبسوط طبعا. قولي لي حضرتك عامله ايه في الساعه والمطره دي؟ لا لا لا، الساعه والمطره دي ما حدش يتكلم عليها خالص، هو تكسير عطل بس تحفه. انا بموت في الشتاء. انت بتحب الشتاء يعني؟ مبسوطه يعني؟ جدا. يلا بقى يلا. ان الدنيا بتمطر والجو ساقعه، انت حاسس بايه؟ حاسس بايه؟ اه حاسس بان الداخليه بتتعب الشعب، مش بترجع لهم تاني. ايوه، ايه علاقه الداخليه بالمطره اللي احنا فيها دلوقتي؟ عشان هم السبب اللي احنا في كده. تمام. انت عامل ايه في الساقعه دي؟ 100 100. انت عامل ايه في الساقعه دي؟ مش عامل اي حاجه. مبسوط يعني والدنيا بتمطر عليك؟ اه. انت عامل ايه في الساعه دي؟ زين. مبسوط يعني والدنيا بتمطر؟ الحمد لله. طب المحل شغال وفي زباين؟ اه الحمد لله. الدنيا شغاله يعني؟ الحمد لله. زي الفل، شكرا. قول لي انت عامل ايه في الساعه دي؟ قولي لي حضرتك عامله ايه في الساعه دي؟ الجو برد والواحد تعبان والله. الف شكر لحضرتك، شكرا جزيلا. الله يسلمك. تعالى انت عامل ايه في الساعه دي؟ انا ده متلج. ايه ساعه ده متلج؟ قاعد مستخبي ليه كده؟ عشان المطره. هتعمل ايه؟ انت مش مبسوط يعني بالمطره دي؟ لا المطره حلوه، ده رزق فيه للناس. كنت شغال في التوك توك كده والدنيا مفتوحه عليك من كل ناحيه ومفيش عندك ازاز ولا اي حاجه، انت مستحمل الجو ده ازاي في التوك توك؟ ايه اكل العيش. اكل العيش. مدير معرض عربيات، تقدر تقول لي انت ليه فتح في اجواء المطره دي وفي الساعه دي؟ يعني هل يعقل ان حد ينزل يشتري عربيه دلوقتي؟ ما انا مستني حضرتك بدليل انك جيت دلوقتي وقابلتك. ده رزق. اه انا قاعد مستني رزق ربنا بس. ونعمه بالله. قول لي يا باشا انت سعان قوي كده ليه؟ سعان ايه يا عم؟ شايف الشارع عامل ازاي؟ كله ميه. ده النهارده واحد كويس اللي هو طالع في الشارع. انت برضو حضرتك سعان؟ لا لا خلاص. مساء الفل. احنا قاعدين قدام النار عشان نصور.